حياكم الله أصدقائي ومرحبا بكم في هذه المراجعة الغير عادية، وسطر على كلمة غير عادية، لأننا ما سنقوم به اليوم هو مراجعة تقنية لجوهرة حقيقية في العالم التقني، ألا وهي هاتف هواوي ميت 10 برو. هذا الهاتف الذي خلق ضجة تقنية في الوسط التقني. كيف ذلك؟ لأنه أول هاتف يمتاز بالذكاء الاصطناعي. ماذا أقصد بذلك؟ أن هذا الهاتف تفكيره يفكر بطريقة شبيهة بالإنسان. سام، هو هاتف غير عادي، هاتف فور أن تشرع في استخدامه يشرع في التعلم منك، وبالتالي في وقت لاحق يصبح هذا الهاتف يعرف ما هي ميولاتك، ماذا تحب، متى تكون مشغول، متى تكون غير مشغول، إلى غير ذلك. فهو هاتف غير 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 عادي. فنحن الآن نعيش ثورة صناعية تقنية حقيقية، طائرات ذاتية قيادة، سيارات ذاتية قيادة، روبوتات تتعلم من الإنسان وتطور نفسها بنفسها. ولكن هذه أول مرة نسمع بهاتف ذكي، هاتف ذكي وتسطر على ذكي، هاتف شبيه بالإنسان. إنه الهواوي ميت 10 برو الذي أنا متأكد أنه هاتف سيخلق ضجة وضجة وضجة كبيرة على مسار السنوات المقبلة، لأننا سنتعامل مع هواتف ليس فقط اختيارها ينبني على جودة الكاميرا أو الرام أو إلى غير ذلك، بل وكذلك على كم هي هذه الهواتف ذكية. فدعونا نتقرب أكثر من الجهاز انطلاقا من هذه المراجعة، فابقوا معي. إذا أول شيء أصدقائي كما تشاهدون، هذه هي علبة الهاتف. العلبة راقية جدا وخشنة. كلمة الهواوي ميت 10 برو بمذهبة. إذا عند فتح العلبة أصدقائي، إذا هذا هو الهاتف. هذه هي الجوهرة التقنية التي طورتها شركة هواوي، سنرجع إليها بعد قليل. إذا نفتح العلبة نجد هنا شاحن، ونجد هنا كذلك السماعات، أعتقد أنهم السماعات، نعم إنهم السماعات. طبعا السماعات هي ليست سماعات عادية، فهي تعمل ب USB Type-C كما تشاهدون. Type-C كما كذلك بالنسبة للأمر للشاحن فهو Type-C. هنا نجد أعتقد هنا غطاء الهاتف. واو، ده جميل، غطاء الهاتف لحماية الهاتف. اوكي، نفتح هذه رائع، هذا غطاء للهاتف بالمجان، هدية. وهذه إبرة فتح السيم كارد. من النقاط التي لم أحب أن أمر عليها مرور الكرام هو الشاحن. فإذا لاحظتم أن الشاحن هواتف هواوي ميت 10 برو كبيرة، هذا يفسر أن الهاتف يشحن بسرعة كبيرة. هذه عن تجربة شخصية للهاتف خلال أسبوع، فتقريبا 10 دقائق كافية لكي تجعلك تستعمل الهاتف مجددا طيلة ساعات من الاستخدام، وهذا ما يفسر أن الشاحن نوعا ما هو كبير. أول شيء أصدقائي أحسست به عندما نزعت البلاستيكة على خلفية الهاتف أن ملمسه ناعم جدا، فكما لو كنت ألمس الزجاج فهو ناعم. بالإضافة كذلك إلى سمك الهاتف كما تشاهدون فهو مقبول جدا. وبالنسبة للواجهة الأمامية للهاتف، نجد أن الهاتف يأتي بشاشة عرض 6 بوصة، كاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل. أما في الخلف الهاتف يأتي ب كاميرتين ب 20 ميجا بيكسل، كما يأتي بحساس أو بصمة أصبع سريعة التفاعل، وهذا حسب تجربتي كما ستشاهدون. الهاتف أصدقائي محمي بباسورد، بمجرد أن أضع أصبعي على الحساس يفتح الهاتف. شاهدوا سرعة كبيرة جدا في التجاوب، شاهدوا بوب،
يعني الهاتف سريع جدا في التجاوب، وهذا ما يميز هواتف هواوي ميت 10 برو أنها سريعة جدا في التعامل والتفاعل مع بصمة الأصبع. أما بالنسبة للبطارية على الهاتف فهي 4000 ميلي أمبير، وليس هذا هو السبب الذي يجعل أن بطارية الهاتف تمكث لوقت طويل، لأن الهاتف يتضمن نظام تشغيل إيميوي الإصدار الثامن الذي يجعل الهاتف يدير الطاقة بشكل أكثر ذكاء، دون أن ننسى أن الهاتف يتوفر على معالج هاي سيلكون كيرين 970، وهو معالج لا يستهلك الطاقة بشكل كبير مقارنة مع المعالجات الأخرى المتواجدة في الأسواق. بالنسبة لرام الهاتف هي عبارة عن 6 جيجا، أما مساحة التخزين هي 128 جيجا بالنسبة هذا الإصدار الذي أتوفر عليه. هناك إصدار آخر يتوفر على 64 جيجا كمساحة تخزين، أما الرام فهي 4 جيجا. ومن التطبيقات التي يأتي بها هاتف هواوي هو التطبيق الخاص به، تطبيق الترجمة. هذا التطبيق هو تطبيق يترجم فوريا الجمل والكلمات إلى أي لغة تريد، وهي تجربة جد حسنة لي معه كما ستشاهدون. فقط تختار النقر على زر الميكروفون وتحدث أي لغة أردت، مثلا سأتحدث بالإنجليزية وسيتم الترجمة إلى العربية. عفوا، إذن سنبدأ. Hello, can you please show me the hotel؟ يمكنك أن تريني الفندق؟ رائع جدا. Please, I need your help. عفوا، إذن Please, I need your help. أرجوك أحتاج إلى مساعدتك. يعني التطبيق يترجم أي لغة، يمكنكم الاختيار بين الكثير من اللغات كما تشاهدون، والترجمة إلى أي لغة، كما أنه يمكن الحديث مع شخص لا يفهم لغتك. نفترض أنك تتحدث مع أجنبي فهو لا يفهم لغتك وأنت لا تفهم لغته، فهنا يتحدث بلغته وأنت هنا تتحدث بلغتك. جميل جدا. فهذا من التطبيقات التي أثار انتباهي على هواتف هواوي ميت 10 برو. دعوني الآن أصدقائي أن أشارككم ذكاء كاميرا هواوي ميت 10 برو. فلاحظوا معي أن فور أن نضع الهاتف أمام الأكلة سيتعرف عليها أنها أكلة. شاهدوا معي. يعني يعطيني أيقونة الأكل على أساس أن الكاميرا تعرفت على أن هذه عبارة عن وجبة طعام. شاهدوا. أما الآن شاهدوا معي عندما سأضع نبتة أمام الكاميرا، تعرف عليها أنها نبتة. وفي النهاية أقول على أن هواتف هواوي ميت 10 برو من أفضل الهواتف التي طرحت إلى حدود الساعة في الأسواق بأثمنة جد مناسبة. غير ذلك، أتمنى من صميم القلب أن تكون هذه المراجعة التي قمت بها حول هذا الهاتف قد أعجبتكم. لا تحرمونا من تعليقاتكم وآرائكم. غير ذلك، أضرب لكم إن شاء الله موعد قادم بإذن الله في مراجعة تقنية أخرى. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.